كان في قرارات كتيرة مهمة، واحدة منها قرارات لها علاقة بالبورصة المصرية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن برنامج الطروحات في البورصة سيتم الإعلان عن تفاصيله عقب اجتماع الحكومة المقبل، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة سيتجاوز 20 شركة، وهي شركات تطرح لأول مرة، وأوضح أن هناك مواصفات محددة للطرح في البورصة وطبقا لظروف كل شركة وطبيعة كل شركة، وبعدها سيتم الطرح. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج السلع والبضائع من الموانئ. كما أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أضفنا أنشطة استثمارية جديدة إلى نظام الرخصة الذهبية. الحقيقة أن كان في عدد من النقاط المهمة لخصها هذا الخبر، بالإضافة لي كمان حديث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن دعم قطاع التطوير العقاري، وأن رئاسة مجلس الوزراء كانت استمعت للعديد من الحقيقة المطورين العقاريين وكان عندهم مشاكل، وكان أصدروا 4 قرارات يمكن من أبرزها إن يبقى نسبة الانتهاء من المشروعات كانت بتبقى لازم نسبة 90%، لا قللوها نسبة 85%، وكمان المدة الزمنية للانتهاء من المشروعات، لأن طبعا مواد البناء كان فيها مشكلة الفترة السابقة بسبب طبعا التداعيات وتحديات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء العملية الروسية في أوكرانيا. أيضا بنتحدث هنا عن الرخصة الذهبية، والرخصة الذهبية الحقيقة يعني أستاذ خالد الكثير ما يعول عليها في إنجاز وسرعة وحوكمة ومرونة المشروعات وجذب العديد من الاستثمارات. بنتحدث عن يعني الشركات الطرح الأولي لأول مرة بيتم طرحها، وكنا بنتحدث عن عدد شركات قليل، لكن رئيس مجلس الوزراء تحدث أن لا في 20 شركة، ويمكن الموضوع ده تم طرحه من 2018، لكن يعني الحكومة يعني كانت بتنظر فيه بشكل من يعني التأني كده نوعا ما، لأنها طبعا أصول دولة فلازم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل. يعني خلينا كده سريعا أستاذ خالد نعلق على هذا الخبر، ويعني أهم النقاط اللي حضرتك توقفت عندها وتأثيرها على جذب المزيد من الاستثمارات. بص، أنا من خلال قرايتي لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اللي انعقد، أنا في تقديري نحن أمام خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. نحن أمام خارطة طريق بتصنعها الدولة المصرية من أجل مواجهة التحديات الراهنة ومواجهة الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة المصرية نتيجة الظروف العالمية الموجودة. هذه خارطة الطريق الحقيقة بتحدد لنا معالم وتوجهات الحكومة المصرية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والظروف الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. واضح طبعا في توجهات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة أنها سوف تفتح مزيد من المجال لمشاركة القطاع الخاص في بناء عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة. ولما نشوف رئيس الوزراء بيعلن عن 20 شركة سيتم طرحها في البورصة وهي من الشركات المملوكة للدولة، وسيتاح فيها المشاركة للمستثمرين عدة أو مواطنين أو حتى مستثمر استراتيجي واحد إيجابي. أو حتى مستثمر استراتيجي واحد، وليس هناك مانع أن يكون هذا المستثمر مستثمر أجنبي. فده كله بيؤكد أن هناك توجه لخلق مساحات أوسع للاستثمار إن شاء الله. ويمكن رئيس الوزراء رد على أن هناك بعض التخوفات الموجودة نتيجة أن يكون هناك مستثمر أجنبي في هذا الأمر، رد أن هذا الأمر سوف يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وأن هذه المستثمر الأجنبي كل استثماراته بنسبة 80% لن تخرج خارج الدولة المصرية، لأن هناك استثمارات أي مستثمر راغب في الاستثمار ورغب في تحقيق مكاسب هيلاقي البيئة المناسبة لي. يعني الحقيقة طبعا الحديث في هذا الأمر بيطول أستاذ خالد، لكن الحقيقة للأسف الشديد وقت يعني فقرتنا انتهى. يعني كان نفسي أتكلم عن حاجات كتيرة، لكن أنا بشكرك على هذا الموضوع إن شاء الله. يعني أكيد يعني مجال الاستثمار في مصر، لكن في النهاية احنا أمام مناخ آمن وجاذب للاستثمار بكل تأكيد، كثير من الاستفادات بكل تأكيد، ورب دايما يوفق بلدنا لكل القرارات السديدة السليمة اللي بيكون بتعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم.